السلام عليكم يا شباب، أهلا بيكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح من الأول خالص إزاي تخش على الموقع، تعمل أكاونت، تجيب تشتري كورس وتشغل الكورس بتاعك، وكل حاجة تبقى شغالة معاك تمام. أول حاجة طبعا هتخش على الدومين اللي هو kimkamacademy.com، هتعمل أكاونت. ماشي، إزاي تعمل أكاونت؟ فأنت عندك يا إما لوج إن يا إما ساين أب. ماشي، لو انت مش عايز تملى بيانات وكده فانت ممكن تعمل لوج ان وتعمل لوج ان ويز جوجل. ماشي، دخل الجوجل بتاعك هتلاقي نفسك اوتوماتيك عملت ايه، عملت اكونت. احنا عندنا على الموقع اول ما تعمل لوج ان ويز جوجل بيريدايركت اوتوماتيك ان انت تعمل اكونت يعني ببيانات جوجل اللي عندك. تمام، عايز تعمل اكونت من اول وجديد ممكن تدوس على ريجستر ناو هنا او ساين اب اللي بتكون ظاهره مكان لوج اوت. كده انت عملت اكونت، خش بعد كده على الكورس اللي انت عاوزه. تمام، وليكن مثلا انت في اعدادي هندسة، طبعا الخطوات دي هنعملها على كورس واحد بس هي ثابتة على كل الكورسات زي بعض. وليكن هنختار مادة التفاضل. اول حاجة هتعمل add to cart. تمام، وبعدين بتدوس على view cart، وبعدين بتعمل check out. لما بتعمل check out دوس place order، بيقوم نقلك ساعتها على صفحة فوري. هتقوم مدخل رقم تليفونك، مدخل الايميل بتاعك وتكمل. هنا بيقول لك في وسيلتين للدفع، يا اما بالكريدت كارد، عندك الفيزا والميزا والماستر كارد، وممكن هنا تدفع عن طريق فودافون كاش، تعمل اللي هي الفيزا الاونلاين من فودافون كاش وتدفع بيها، او تدفع طبعا دي الاسهل ان انت تدفع في اي مكان فوري. تقوم عامل باي باي فوري واعمل ايه كونتينيو، هيقوم ظاهر لك كونفيرم بيمنت، هيقوم ظاهر لك الرقم ده. تروح بالرقم ده على اي محل في مكنه فوري. تمام، وتقوم قايل له الريفرنس نمبر ده، هيقوم قايل لك الحساب وتدفع له وكده انت تمام. اول ما تدفع الفلوس هتلاقي نفسك لما تخش على الداشبورد بتاعتك بعد ما بتدفع في المحل، هتلاقي طبعا انت لقيت عشان انا مشترك في 3 كورسات، هتلاقي انت الكورس اللي انت اشتركت فيه. تدوس على انرولد كورسز من هنا او من هنا، فهتلاقي الكورس اللي انت اشتركت فيه اللي هو الديفرنشيشن. في هنا زرار اسمه جنريت اي دي، ده الباسورد بتاعك وده مهم جدا ان انت تحفظه. فتدوس على جنريت اي دي، طبعا الخطوات على الموبايل او اللابتوب ثابته، هي نفس الخطوات لانه موقع. هتلاقي ده اللوجن اي دي بتاعك. تمام، تعالوا بقى نخش على الكورس. تحفظ اللوجن اي دي ده طبعا زي ما قلنا. هتلاقي اول حاجه بتقابلك، طبعا ده البريفيو، هتلاقي اول حاجه بتقابلك برنامج التشغيل. في حالتنا دي هنستخدم برنامج الويندوز، طبعا زي ما قلنا الاثنين ثابتين. تمام، هتقوم دايس ايه عشان تحمل البرنامج، هتفك الضغط من عليه طبعا باسورد 1 2 3، وتبدا ان انت تسطبه عادي خالص على الكمبيوتر بتاعك. ده برنامج التشغيل الخاص بالكورس، تمام، اللي انت بتشغل عليه الكورس. طبعا مش بياخد وقت يعني. كده انت سطبته واسمه بلاير زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى خطوه مهمه وبتقف عند بعض الناس ان هو ما بيرضاش يشتغل معاه الخطوه دي. ليه ما بيرضاش؟ هنا هو طبعا السيرفر كام كله كابيتال زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه المشاكل اللي بتيجي هنا؟ ان هو السيرفر بيفضل يحمل كتير وما بيرضاش يخش، وده بيبقى بسبب النت، فانت تراستر الراوتر، ساعات بيبقى سبب اي بهدل اللاب فانت تراستر اللاب، او بيبقى بسبب ان انت كاتب غلط. يعني انت لو كاتب الاي دي سمول كله كابيتال، مفيش سبيس، مفيش اي حاجه، لازم تكون متاكد 1000000% ان ده مكتوب صح. دوس اوكي، هيقوم فاتح معاك على طول، مش هياخد وقت زي ما انتم شايفين كده. تمام، طبعا اي حد عنده مشكله احنا موجودين، يعني الدعم الفني موجود باستمرار. يعني كده انت نزلت البرنامج ودخلت على السيستم بتاعنا تماما. باقي ايه بقى؟ باقي ان انت تشغل فيديوهات الكورس على البرنامج ده. هنا عندك كليك تو اوبن فايل، طبعا لازم تحمل الفيديو اللي انت هتشغله. فاحنا هنرجع للموقع دلوقتي. تمام، وليكن سيشن 1، هنحمل مثلا ده مثلا. ماشي، يقول لك يور ليسون از ريدي كليك هير، انت تدوس هنا طبعا سيف، الفايل متحمل معاك. بعد ما حملت الفيديو يعني ممكن تدوس دبل كليك وتفتحه على طول، او ممكن تقوم عامل كليك تو اوبن فايل وبعدين تختار المكان اللي انت حفظت فيه الفيديو. هنا بقى هيطلب منك ايه؟ هيطلب منك باسورد. لو تفتكر انا قلت لك ان انت ليك لوجن اي دي وقلت لك تحفظه، كان ايه بقى اللوجن اي دي ده؟ هو ده، يبقى تي جي 3349، تي جي
تلاتة تلاتة أربعة تسعة. طبعا الكلام ده ممكن يكون ظاهر عندكم شاشة سوداء علشان السكيورتي، يعني تعمل كليك تو لوج ان، بسم الله الرحمن هتلاقي الرحيم. النهارده ان شاء الله اشتغل معاك هنبتدي مع بعض في نقطه جديده في وكده الابلكيشن تمام. او المودول. اول حاجه هبدا فيها في الجوه طيب هنا بقى ايه؟ هنا بيقول لك لتحميل برنامج التشغيل الخاص بالهاتف الاندرويد اضغط هنا. ده ايه بقى؟ ده السيستم اللي انت هتشغل عليه الفيديوهات، يعني طبعا الامتحانات والكويزات والكلام ده هيبقوا موجودين على الموقع عادي، انما الفيديوهات هتشتغل على برنامج ابلكيشن على الموبايل. تمام؟ طيب لو على الموبايل او على الكمبيوتر ماشي. فهنا بيقول لك لو انت هتستخدم برنامج تشغيل هاتف او اندرويد اضغط هنا. التانية هتلاقيه بيقول لك، يعني نعمل نيكست كده، هتلاقيه بيقول لك لو هتستخدم كمبيوتر اضغط هنا. انا دلوقتي في الحاله دي او في حالتي دي هستخدم ايه؟ هستخدم موبايل. هقوم ايه ضاغط هنا، هيقوم موديني على بالشكل ده كده. البلاير بتاعنا هنقوم دايسين على انستول ماشي، وبعدين هيقوم ايه؟ هيقوم فاتح معانا كده. احنا نزلنا البلاير، نقوم فاتحينه. هنا عايز اخش على السيرفر، السيرفر بتاع الموقع. السيرفر هو كام الكل كابيتال تمام. وهنا نقف هنا، لان ساعات في النقطة دي بتحصل مشكلة، او في حد مثلا بيقول له ان هو مش راضي يدخل، او يقول له ان في ايرور او في اي حاجة. المشكلة دي بتبقى حاجة من اتنين، يا اما انت كاتب كام غلط، حتى لو مسافة، يعني حتى لو انت سايب مسافة او سايب حاجة سمول او حرف سمول مش هيخش معاك، لازم كل حاجة تكون صح 100%. فكم كام كله كابيتال ومفيش مسافات والكلام ده كله. وحاجة كمان ممكن برضو يديني ايرور، ده بيكون مشكلة في النت بتاعك بيكون فيه مشكلة. فالحل بتاعه ايه؟ الحل بتاعه ان انت تراستر الراوتر، تراستر الموبايل وتجرب تاني. ما نفعش معاك يبقى تجرب تغير شبكة الواي فاي. وانا بأكد تاني ان الخطوة دي هي خطوة الدخول على السيرفر فقط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي خطوة بتتكرر مرة واحدة بس، او بتتعمل مرة واحدة بس. وبالمناسبة كل حاجة احنا هنعملها دلوقتي هي بتتعمل مرة واحدة بس ماشي. هقوم دايس كليك تو انتر تمام. انا كده دخلت على السيرفر، على السيرفر بتاع كمكان بتاع الموقع، وجاب لي الصفحه دي. طيب انا عايز اثبت لكم حاجه، يعني انا عايز اطلع بقى بالبرنامج واخش تاني. هتلاقيه مش بيقول لي اكتب السيرفر، خلاص انا دخلت على السيرفر بتاع الموقع اللي هو كمكان اكاديمي. هقوم دايس عليه هيقوم مدخلني على طول. طيب ايه بقى الصفحه دي؟ الصفحه دي هي انه البرنامج بيقول لك انا دلوقتي ده برنامج فك شفره، يعني احنا دلوقتي هننزل لكم الفيديوهات متشفره، فالبرنامج ده هو اللي هيفك الشفره بتاعتها تمام. فهو دلوقتي بيقول لي وريني الملفات بتاعت الفيديو، فانا هقوم راجع للكورس بتاعي تمام. يعني هرجع كده للكورس بتاعي واعمل خلاص انا خلصت الاولاني. اما اخلص اعمل كومبليت، عشان يعني بعد كده لما اجي اخش يوقفني عند المكان اللي انا كنت واقف فيه. فنعمل نيكست كده، نيكست تاني. يعني انا خلاص انا هستخدم في الحالة دي هستخدم الموبايل ماشي. هنا بقى، هنا ده الحصة بتاعت الايه، الحصة بتاعت حصة مراجعة البلاغة. هتلاقيها مكتوبة فوق زي ما انتم شايفين كده، حصة ايه؟ حصة مراجعة البلاغة تمام. بيقول لي your lesson is ready click here، دوس هنا علشان احمل الحصة. فانا ادوس هنا كده هيقوم محمل معايا الحصة، اعمل داونلود anyway هيقوم محمل الحصة. طيب انا كده خلصت تحميل. طبعا التحميل ده يعني على حسب النت عندك، يعني لو النت سريع يحمل بسرعه، لو النت بطيء ممكن ياخد وقت في التحميل. المهم ان هو يحمل ان شاء الله. لو حد عنده اي مشكله طبعا الدعم الفني بتاعنا موجود باستمرار يعني تمام. طيب انت خلاص حملت، فهتخش على البلاير. هنا بقى بيقول لك زي ما قلنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك وريني انت حفظت او الفايل ده اتحمل فين. فانت هتقوم محدد له المكان اللي اتحمل فيه الفايل تمام. هو اتحمل فين؟ هو طالما انت حملته من على النت فهيكون في الذاكره الداخليه اللي هو دي تمام، في فولدر الداونلود ماشي. وبعدين بتقوم عامل يوز ذس فولدر، وممكن يكون عندك مثلا allow to access هنا، او ممكن المهم يعني في حاجه بتظهر لك تحت هنا ايا كان اسمها، فانت بتقوم دايس عليها ماشي. وبعدين بتقوم عامل allow، هيقوم راجع لك تاني للبرنامج. وزي ما انتوا شفتوا كده فوق ظهر اسم الداونلود او اسم الفولدر تمام، اللي هو بتاع اللي انت حملت فيه. هتدوس عليه هتلاقي
الحصه اللي احنا حملناها او السيشن اللي احنا حملناه، هتدوس عليه هتقوم عامل الباسورد بتاعك وهتقوم ايه وهتقوم كاتبه، هيقوم فاتح معاك على طول. طيب لو انت كتبته وما فتحش معاك على طول وقال لك رساله تحت مفادها او مكتوب فيها ask your administrator to access كذا مثلا، فده معناه ان انت مش اتفعل لك. فلو انت متاكد ان انت مشترك، اللي انت بتعمله ان انت بتتواصل معانا او مع الشخص اللي هو اللي انت بتتواصل معاه في الدعم الفني، وبحيث ان هو ايه بحيث ان هو يفعل لك وهيشتغل معاك على طول. تمام، ده كده بالنسبه لاستخدام البرنامج وبالنسبه لاستخدام الموقع. طبعا يعني الموقع بعد كده لو في اي كورس فيديو فانت هتدوس على اللي هو الكارت ده، هيقوم الفيديو نازل تلقائي. ولو في اي حصه او في اي واجب او اي حاجه ده هتكون مش هتحملها طبعا، دي هتكون موجوده على الايه على هتكون موجوده في الصفحه العاديه بتاعه الكورس. تمام، نتمنى لكم طبعا التوفيق، ولو في حد عنده اي مشكله طبعا احنا موجودين باستمرار. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.